وصلنا لمساحة كتير مهمة صارت لكل حدا فينا، شباب وصبايا، عالم الصحة والجمال والتقنيات التجميلية. اليوم قديش صار في حلول لأي مشكلة ممكن حدا يكون زعجه ببروفايله وبشعره؟ صحيح رشا، ويمكن اليوم كثير ناس صارت تحاول ترجع للطبيعة بعد مثلا أخطأ. أحيانا في ناس بتخضع لشيء تجميلي بيطلع فيه خطأ، فبالتالي بتحاول ترجع للطبيعة مرة تانية. أكيد سلمى، اليوم رح نحكي عن تقنية عملية زراعة الشعر اللي أكيد صارت هي حل لمشكلات كثير من الناس، وحتى زراعة شعر الحواجب وإن كان الرأس. لنحكي أكثر عن هذا الموضوع حيكون معنا ضيفنا لليوم الدكتور علي قصيص، أخصائي بالأمراض الجلدية والتجميل. سعد صباحك حكيم. صباح جمال، وأهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا، تفضل. يسعد أوقاتك وأهلا وسهلا فيك دكتور. خلينا نبلش نحكي اليوم، عملية زراعة الشعر عملية كتير مهمة، وصل له سنين العلم عم يتطور وعم بيدخل عليها إجراءات متعددة، وخصوصا هلأ مؤخرا صار عنا زراعة الشعر أيضا، صرنا نشوف بالحواجب بأماكن معينة، حتى برموش العين صاروا يعملوا عمليات زراعة. نحكي بداية عن هاي التقنية. نعم. هلأ تطبيعي عمليات زراعة الشعر تطورت كتير من وقت بدت. مثلا بلش ياخذوا شرائح صغيره بشكل جراحه ويشيلوها من الخلف، وبعدين يقسموها على شكل شعرات او طعومه هي، وبعدين يصير خياطه. مش طبيعي تطورت حتى وصلت مثلا انه ناخذ وحده ناخذ شعره بشكل انه هي اجراء غير جراحي. يعني اليوم الانسان كله وقت العلم عم يتطور، مثل ما صار مثلا التنظير، شلون كنت وحده تفتحي لها بعدين صار صحيح. التنظير صحيح. اريح بقى زراعه الشعر صارت هي اجراء تجميلي بس هلا غير جراحي، بتتم بالعياده وبالتخدير الموضعي. بقى بناخذهم بشكل نقل بصيلات الشعره بشكل بواسطه بنش بسموها هيك صغيره 1 ملم، ناخذها من المنطقه الخلفيه او الجانبيه. هدول المناطق اسمها المنطقه المانحه، هي مناطق مقاومه للصلع. هي ناخذهم هالبصيلات بنحطهم سيروم ملحي، وبعدين بنفتح ثقوب صغيره بالمناطق اللي نحن بدنا نزرع فيها، ان كانت صلع او تكثيف. يعني في ناس كثير اللي عند النساء بيجونا في عندها نقص كثافه بالمقدمه، فراغات اماميه بيكون بالضبط. ايوه، او الخط الامامي عالي مثلا وراسي بيكون الخط فوق عالي كثير، بدها تقربه شوي هيك. بقى بننقل بنعمل ثقوب صغيره وبدنا ندخل هالبصيلات بهالثقوب الصغيره. طبعا شو طبيعي بتخدير موضعي، قاعده بالعياده مرتاحه وما في اي الم ولا في شيء. ما في الم دكتور؟ خفيف يعني. مثل انت شلون بتروح على دكتور اسنان تخدير موضعي، بتعملي تخدير موضعي هون بعدين بتلي هون وبعدين بتضل جالسه ما بتعود تحس بشيء ابدا. طيب هلا هي القصه كتجميليه من الناحيه العامه، عم نقول عنها تجميليه وجماليه، ولكن اذا هيك حبينا نفوت شوي بالسلبيات والايجابيات، خلينا نحكي اليوم نحن منطقة واحدة من الرأس قادرين ناخذ منها اللي هي المنطقة المقاومة للصلع. نعم. أي شعر بيتم زرعه من هاي المنطقة هو غير قابل إنه يهر فيما بعد. هذا دائما مدى الحياة. بالضبط. طيب مين الأشخاص اللي اليوم مو قادرين يعملوا هاي القصة؟ كثير. أول شيء عدم توفر منطقة مانحة. يعني أنا إذا بيجيني أشخاص عنده منطقة صلع كبيرة وعنده شريط صغير تحت، بقى ما بقدر اخذ له. قديش بدي اخذ له مثلا؟ بده هو 6000 7000 شعره، بيطلع منه 1000 شعره، يجي يحط لي اياهم منظر غير لائق. يعني لا بقول له خليك هيك احسن. يعني معناتها بده كميه كبيره معلوم، وبده امرار ممكن يحتاج جلستين او ثلاثه. يعني اذا اجاك انت صلع كبير، هذا بده مثلا بجوز حوالي 10-15000 شعره، ما بقدر انا اسويهم بجلسه واحده. ماكسيموم ممكن تسحبي 6000 شعره مثلا 7000 شعره، بحط له بالمنطقه بمراحل، مرحله مرحله مرحله، بشكل انه في ناس كمان ممكن على نفس المنطقه انا ما بقدر اعمل تكثيف مثل الشعر الطبيعي. يعني الشعره بدها ترويه كمان، لازم تكون في تباعد شوي، يعني 1.3 1.5 ميلي بين الشعره، بس ممكن بعد ما يطلعوا ارجع اعمل تكثيف لهالمنطقة. طيب دكتور علي، خلينا نحكي أكثر عن مراحل العملية زراعة الشعر، شو هل في خطوات لازم يعملها الشخص اللي بده يعمل زراعة سواء كان بالوجه أو بالرأس؟ هل في مراحل سابقة وبعد العملية؟ بنعرف إنه في بيقولوا بيهر، اللي بيهر أول العملية هذا طبيعي لأنه بعدها بده يطلع، نحكي عن هاي التفاصيل كلها لو سمحت. نعم. هلا بالنسبة قبل العملية نحن بنسأل الشخص
إذا عنده مثلا مشكلة بفروة الرأس كثير مهمة، مثلا واحد عنده التهاب فروة، إذا كان متعرض لثعلبة قديما وهل هالثعلبة مضى عليها 5 سنين ولا لسه عم يطلع، يعني الثعلبة ما بتنزرع إلا بعد 5 سنين من وقفة، لأنه يعني في أضداد بتكون موجودة في المنطقة اللي هر الشعر فيها، بعد إذا زرعت رح يرجع يهره. هاي هي. في كمان إذا واحد بياخد مميعات مثلا قبل العملية بنقول له وقفها، لأنه يعني بصير نز بالنسبة أثناء العملية. هذول هلا بعد العملية دائما الخطوة اللي كتير مهمة نحن بنقول للشخص الاعتناء فيها أول 12 يوم. 12 يوم إنه ما يلمس المنطقة اللي انزرعت، يعني أبدا. انت بالضبط بس بسكب مي، يعني انت اذا حطيتها البصيلات زرعتيها اذا انت حركتيها كل يوم رح تطلع على السطح وتموت. مثل الشجره اذا كل يوم حركناها رح تبس، هو يعني يكون عم تاخذ ترويه. اذا بلشت انا احركها كل يوم اعمل لها فرق بصير تطلع لبرا، هي 4 ميلي بالجلد بقى بتموت وما بيستفاد، وهيك نعطي نتيجه. طيب كيف عمليه فاشل. تنظيف الشعر بتصير اذا بالضبط بنستخدم نحن بنقول له اول 12 يوم سكب مي مع جونسون مي سكبها بس سكب فقط وبدون تنشيف. ليش؟ لانه يعني في خسرات دم حول طعوم الشعر بتكون، هي بتطلع من وقت غزه فتح الثقوب، هي خلال 12 يوم بالمي هي بترطب اول شيء المنطقه، ثانيا هالخسرات بتفصل عن طعوم الشعر وبعدين بتبلش مثل ما قلت انت هر. اللي بيهر ما هو البصيله، البصيله بتكون على عمق 4 ميلي، وانما الخسره مع في دهن صغيره والشعره المبينه هي اللي بتهر، اما البصيلات بتضل تحت الجلد شيء طبيعي. هلا ذكرت اول 12 يوم في اجراءات معينه كرمال ما نخسر العمل كله، ايمت الانسان يعني او اي حدا عمل عمليه الزرع بيرجع للحياه الطبيعيه للتنظيف الطبيعي ان كان للراس او الحواجب؟ هلا نحن بنقول دائما شهر بعد شهر قاعد انه بيرجع قاعد انه ما ساوى شيء بيقدر يساوي، هو بيقدر من ثاني يوم بيرجع لطبيعته كعمله، يعني بس بنقول له مثلا ما يعمل رياضه عنيفه الاثقال او هيك، اما هو بيقدر ثاني يوم وبيقدر يحط طاقيه او امراه تحط حجابها او كذا، يعني ما في اي مشكله، من ثاني يوم بيقدر يرجع. اما انه نرجع طبيعيين للمنطقه نفسها اللي زرعنا بعد شهر بيكون ما في اي مشكله. طبعا الحراره ممنوعه بهي الفتره كمان بال 12 يوم، يعني اذا سيده ممنوعه تعمل شعرها تستخدم الصبغه اكيد ممنوعه، لانه اذا الشامبو ممنوع فاكيد الصبغه ممنوعه. الحراره اللي بيعملوا الصبايا شعرهم كمان ممنوع. ممنوع نحن اي شيء بدنا نسويه للشعر يفضل بعد شهر. إن كان شسوار إن كان صبغة مثل ما قلتي أو أي شيء يفضل بعد شهر، هيك بيكون بوضع الأمان، نحن ما بنأثر على أي شيء. طيب دكتور حكينا عن زراعة الشعر عن التقنيات وعن النصائح أخذناها من حضرتك، خلينا ننتقل للحواجب. كثير بنشوف صبايا بيعانوا من موضوع الحواجب، صار في الوشم التاتو ولكن كمان في مشكلة عم يروح الألوان، عم نشوف ألوان يعني جدا سيئة، يعني فصار في حل بديل اليوم زراعة شعر الحواجب. في اليوم تشابه بعملية الزرع، شو هي أهم التقنيات المستخدمة؟ هلأ بالنسبة لزراعة الحواجب هي كتير مهمة ودقيقة، يعني هون تحتاج أنه تحط الشعرة بمسارها، يعني هون مثلا في الرأس معروفة إحنا بناخدها بزاوية 45 وهيك، بينما الحواجب هون كل شعرة إلى اتجاه، إذا ما حطيناهم رح يطلعوا لقدام وبيطلعوا كثير بشعين، هو هاي بقى لازم نكون دقيقين انه نحط الشعره، هي نفس عمليه زراعه الشعر بالنسبه كناء البصيلات، بس بناخذهم بس شعره او شعرتين، يعني فوق هون ممكن يطلع 3 ممكن يطلع 4، اما بالحواجب ناخذهم شعره شعره وبنحطهم بالمسار، كل وحده بنعرف بالحواجب نحن انه في الامام مثلا لفوق بعدين تاخذ زاويه هيك، كثير مهمه هي، والا رح الوحده بعد فتره تلاقي تيجي تقول لك انا شل لي اياهم، يعني عم يطلعوا لقدام منظر كثير بشع. فوق الوشم بتتم زراعه الحواجب؟ ممكن ما في اي مشكله، اذا كان ما في شعر او خفيف جدا يعني بياثر على نجاح العمليه او لا؟ لا ما له تاثير لا على الشعر، نحن بنعمل تكثيف حتى فوق بيكون في شعر، نحن بنحط بالفراغ بالفراغ الموجود انه بدنا نعبيه، بدنا نعمل تكثيف مثلا الحواجب في بالمنطقه الاماميه فراغ، فوق فراغ هون، بقى بنحط بالاماكن اللي هي تحتاج حط بصيلات. قد ايه الوقت دكتور؟ هلا زراعه الحواجب
حسب عدد الشعر، بس ممكن تاخذ من 4 إلى 6 ساعات. أوه، 6 ساعات. من 4 إلى 6 ساعات. وأمرار طيب. ممكن أكثر، لأنه يعني في ناس بيجونا ما عندهم نوب، شعر بنوب، تحتاج ل 1500 2000 شعرة، تاخذ أمرار 8 ساعات. بس أنتوا أكيد ما حتشيلوا 2500 شعرة يعني. لا بنشيل احنا. كونه ما بدك تقطع الشعرة، ولا أنت بدك بس تاخذ طرف البصيلة؟ أنا بس باخذها، وقت باخذها من هون شعرة شعرة جاهزين. بقى هون بنفتح الثقب وبنحطها. طيب دكتور، كمان خلينا نحكي عن العوامل والارشادات لهي النوع كمان من عمليه الزراعه اللي هو زراعه الحواجب. كمان ما فيهم يغسلوا الوش ولا بيقدروا؟ شو الشيء المسموح والشيء الممنوع بهذا الموضوع؟ لا، الوجه ممكن يغسلوه عادي، بس عند الحواجب بنقول لهم انت بعد ما خلصتي اسكبي شويه مي، عرفتي؟ يعني قصدك من دون ما بدون فرق. يتم فرق اول 12 يوم. اول 12 يوم. اما بعد 12 يوم بتصير تفرق بشكل خفيف، ما في اي مشكله، مع الحمام حتى تحت الدوش ما في اي مشكله. ما بيأثر. ما بيأثر. العنايه اول 12 يوم كثير مهمه. طيب خلينا نحكي بالجانب كمان مهم، مثل ما مهم عم التقنيات، الاسعار. اليوم بتتفاوت الاسعار من مركز للثاني. وقت اللي بنروح لناخذ لاي شيء تجميلي بتلاقي الاسعار كثير مرتفعه، بيقولوا لك استيراد وارتفاع الى اخره. اليوم كسعر يعني هيك تقريبي، يعني هل هو كثير مرتفع؟ هل الناس قادره انه تلجا لهي العمليه؟ هلا والله بالنسبه للاسعار هلا اختلفت كثير. كون الشعر موجود من عندك. هي الماده الاساسيه موجوده اليوم. هي ايه، انا معك. هو الوقت هلا، هي الوقت انه انت عم تعدي بعمليه 6-8 ساعات. بقى هي جهد كبير، وتنن مسكره عياده هي. ثانيا هلا الاسعار متفاوته. ليش امرار؟ في ناس كثير دخلوا على زراعه الشعر يعني ولقوها مربحه وكذا. يعني بقى الوضع هلا انه الاهم شيء انه تنقلي انت هالبصيله صح من هون وتحطيها صح بمكانها الصح. كمان العدد، يعني العدد انت في امان. المريض ما بيعرف، الشخص ما بيعرف انت قلتي له 1000 شعره، ما بيعرف حطيتي له 1000 شعره. او وقت بنحكي للراس 4000 5000 شعره، ما راح يقعد يعدهم هو. فهون امانه انه تكون العدد صح، لانه يعني العدد بيعطيكي هو مصداقيه وبيعطيكي نتيجه. يعني انا وقت بقول واحد 3000 شعره وحطيت له 1000 شعره، ما راح ياخذ نتيجه ل 1000 شعره من 3000. فهي العدد، المصداقيه والخبره هون بالزراعه اللي عم تصير عند الاشخاص. طيب كمان دكتور، كل مره قد بتتكرر يعني بين كل عمليه والاخرى؟ يعني ممكن شخص يكون بحاجه لاكثر من مره يتم زراعه الشعر، فانتوا كل قديش بيترك فتره ايضا بيناتهم؟ نعم. هلا بالنسبه اذا نفس المنطقه مثلا انا زرعت هون، ممنوع ازرع الا بعد سنه. الا بعد سنه. إيه بس بنفس انا المكان. بس انا اذا زرعت هون وعنده منطقه صلع كبيره وبقدر ازرع بالمنطقه اللي بعدها بعد شهر. بس المهم المنطقه نفسها ما بقرب عليها ابدا، بعد سنه. اما غير منطقه ممكن بعد شهر. والحواجب نفس الشيء ولا كله؟ وين انت في حتى بالحواجب فارق زمن. لازم يكون سنه، انه الشعر بده لا يطلع لا ينمو كله كامل من 3 أشهر لسنة. وعندي نساء امرار بيضل بنشوفهم لحد سنه ونص، بيطول يعني بالنسبه، يعني دوره نمو عندي نساء اكثر. طيب ورموش حكي، ما عم نحكي عن نفس التقنية ونفس الإجراءات؟ ايه طبعا. رموش إلى وضع كتير خاص. يعني مثلا انت تزرعي 50 رمش باليمين 50 رمش باليسار، بتاخذ معك أمرار 6 ساعات. اوه ايه، يعني هون بدك تدخلي شعرة كتير حساس. هي ما لها علاقة العين، بيقولوا إن هل بيأثر على العين؟ لا، نحن عم نشتغل على الرمش من خارجي. نعم. أمرار في فراغ وأمرار وراء على طولك. الرموش بس اول شيء كثير مهمه، منيحه للناس اللي عينهم كبيره. يعني ما معقوله انا احط رموش وكثافه قويه وحده عينها صغيره، مع تضاريس الوجه بيطلع غير بيبين. لازم في تنسيق، في تنسيق شكل العين وحجم العين. بالضبط، العنايه فيهم كثير مهمه. ليش؟ مشان الشعره كمان تاخذ كيرلينج قلبة. بقى بنقول لها نحن وقت ببلش يطلع لازم دائما تكبسيهم هي وتقصيهم، يعني بيطولوا. بتلاقي ناس طوال ومفتلينهم، يعني عرفتي؟ والله ايه، بقى بيطولوا سنتين وثلاثه يعني بالنسبه، يعني هذا شعر الراس. صحيح. مو مثل شعر الحواجب او الرموش، بقى بيطولوا، بقى بيحتاجوا لعنايه خاصه هيك. وشكل الوجه يعني بتيجي ناس بنقول لها لا تزرعي،
كثير يعني بدك تكوني انتقائيه بالنسبه صحيح. للشخص لجاي حتى موضوع الاصل ما بده حدا مختص يعني مو معقول ايه يعني بدك تروح عند كوفيره وتعدي حتى الحواجب على فكره هلا الحواجب ممكن تكون اسهل يعني تحطيها بيقدر يتحكم فيها تحكم فيهم بالمكنه يعني تحطي مثل ما ايه اما رموش تصوري انت عم تقصيت رموشك بدي لك انه طول اكثر من طول ايه طيب دكتور قبل ما نختم حديثنا اهم النصائح اللي بتحب توجهها لكل يلي عم يسمعنا سواء ان كان خاضع لعمليه زراعه شعر او مقبل على هيك عمل جراحي هلا اول شيء انا رايي كل واحد عم يفكر بالزراعه بان كان يعني زراعه بشكل عام لازم ينتقي الشخص المركز اللي عنده خبره يسال مثلا مين زرع عند فلان يعني في نتائج فاشله كثير على فكره عم تكون حتى يعني من خارج البلد يعني هلا ما بدنا نذكر البلدان عم يروحوا يحرموا يتعذبوا عم يشوفهم عم يجوا عم نلاقي عندهم مشاكل كبيره شو هي؟ انه المنطقه المانحه عم يفضوا لهم اكثر هو لازم انت وقت تاخذي بشكل متفرع ما يبين عم يشوف ناس يا حرام صار عندها عم يجوا بيقول بدي غطي هالمنطقه هاي صار بدها زراعه صار بدها زراعه شايفه؟ هي النقطه كثير مهمه نعم. يسال واحد على المركز الخبره يسال نعم. الناس اللي زرعوا يقول له مين زرع عندك يروح يساله ويشوفه شخصي عرفتي؟ كثير مهمه لانه فينا لانه اليوم تكلفه عاليه بالنسبه لزراعه الشعر نعم دكتور شكرا لحضورك لليوم ولكل المعلومات اللي قدمتها بدي لك سعد صباحك الدكتور علي قصيص اخصائي بالامراض الجلديه وتجميل البشره وصباحكم يسعد صباحك